ممثلة شهيرة تضع حدا لحياتها بطريقة مروعة. عثر على جثة الممثلة الإسبانية فيرونيكا فوركيه التي جسدت شخصية كيكا الشهيرة في فيلم يحمل اسمها من إخراج بيدرو ألمودوفار، الاثنين في منزلها في مدريد حسب مصادر من الشرطة. وأوضح المصدر أن الممثلة البالغة من العمر قيد حياتها 66 عاما هي إحدى أكبر الممثلات شعبية في السينما الإسبانية في الثمانينات والتسعينات، خصوصا في أفلام ألمودوفار. انتحرت في منزلها في مدريد من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ودون الممثل الشهير أنطونيو بانديراس عبر موقعه تويتر بعيد الإعلان عن الوفاة ودعا فيرونيكا فوركيه: لقد عملت قبل سنوات معها وأحفظ منها ذكرى امرأة طيبة وروحانية وشريكة رائعة في الأداء، أرقدي بسلام. وفيرونيكا فوركيه المولودة في مدريد سنة 1955 هي ابنة المخرج خوسيه ماريا فوركيه والكاتبة كارمين فاسكيز فيغو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.